قال ابن الأثير. ثم دخل سنة 24 و624 هجري، ذكر نهب جلال الدين بلد الإسماعيلية. في هذه السنة قتل الإسماعيلية أميرا كبيرا من أمراء جلال الدين، وكان قد أقطعه جلال الدين مدينة كنجة وأعمالها، وكان نعم الأمير كثير الخير حسن السيرة، ينكر على جلال الدين ما يفعله عسكره من النهب وغيره من الشر. فلما قتل ذلك الأمير عظم قتله على جلال الدين واشتد عليه، فسار في عساكره إلى بلاد الإسماعيلية من حدود ألموت إلى كردكو بخراسان، فخرب الجميع وقتل أهلها ونهب الأموال وسب الحريم واسترق الأولاد وقتل الرجال وعمل بهم الأعمال العظيمة وانتقم منهم، وكانوا قد عظم شرهم وازداد ضرهم وطنعوا مذ خرج التتر إلى بلاد الإسلام إلى الآن، فكف عاديتهم وقمعهم ولقاهم الله ما عملوا بالمسلمين. التفت، نساء، أطفال، شيوخ، رجال، كل شيء مباح، كل ما في البلاد مباح ومباد، وانتهت البلاد والعباد وصارت أثرا بعد عين بفتوى تكفيرية لمنهج ابن تيمية وبيد سلطان ظالم فاجر. فهل هذا هو إسلام؟ وهل هذه إنسانية؟ وهل هذه أخلاق؟ ولاحظ أيضا أن ابن الأثير في بداية كلامه سجل مكرمة وفضيلة للأمير، لأنه كان ينكر على جلال الدين ما يقوم به من أعمال سلب ونهب وشر، لكنه سرعان ما جعل أعمال الشر والقبائح التي يفعلها جلال الدين من الفضائل والكرامات لجلال الدين المجرم القاتل. قال: فخرب الجميع وقتل أهلها ونهب الأموال وسب الحريم واسترق الأولاد وقتل الرجال وعمل بهم الأعمال العظيمة. لا استنكار ولا اعتراض، ولا اعتراض له أبدا على هذه الأفعال الشنيعة والإبادة الجماعية للإنسان والإنسانية، بل أكثر من ذلك فهو يبارك لجلال الدين الفاسق الإرهابي القاتل ما فعله، حيث قال: وانتقم منهم فكف عاديتهم وقمعهم ولقاهم الله ما عملوا بالمسلمين. ويقال: من أين للدواعش التشريع والتأصيل في قتل الناس وإبادتهم جميعاً؟